تنبض الفيدرالية المغربية لممولي الحفلات فرع إقليم الرشيدية بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم حملة التبرع بالدم يومي 3 و4 أكتوبر بشارع مولاي علي شريف قرب سوق المغطاة تحت شعار تبرعك بالدم شريان الحياة. من خلال التواصل ديال أحد أعضاء المكتب مع المديرة ديال المركز الجهوي لتحقن الدم أمام هذا الخصاص المهول ديال هذه المادة الحيوية، كان اقتراح في أول اجتماع اللي كان ديال مكتب الفيدرال المغربي الممول للحفلات فرع إقليم الرشيدية، كانت هذه البادرة أننا نقوم بالمساهمة لتغطية هذا الخصاص المهول لهذه المادة الحيوية، خصوصا أننا أمام هذه الظرفية ديال كوفيد، يعني الناس قلت من الحركية والذهاب للمركز ديال التحقن الدم للتبرع بهذه المادة الحيوية. جات الفكرة أننا ننسقوا مع المركز القيام بواحد الحملة للتبرع اللي دامت يوم 3 و14/10. الحمد لله كان واحد إقبال جيد من خلال الساكنة اللي كنشكرهم على الانخراط ديالهم في هذه العملية الوطنية. الحمد لله بلغنا لحدود النصف في هذا اليوم، هذا أزيد من 80 كيس من الدم، ويعني وانتم كتعرفوا هذه المادة الحيوية الدور ديالها اللي ممكن تقوم به من أجل إنقاذ حياة إنسان. إذن في الظروف ديال كوفيد للأسف الشديد كتنقص نقص التوجه للمركز من أجل تبرع الدم، لذلك نقصوا لنا الموارد ديال مشتقات الدم في المركز، كاين عزوف وكاين نقص. وبالنسبه يعني كيفاش كتقوموا داخل المركز باش انكم فعلا تشجعوا الناس باش انهم يبادروا باش يتبرعوا الدم؟ اذا كنلتجؤوا لاستعمال لي كونت لي ريزو سوسيو، دونك فيسبوك و سا دي زابيل اترافير فيسبوك، كنقوموا بتنظيم حملات تبرع الدم مع جمعيات مختلفه من المجتمع المدني او مع مؤسسات ديال الدوله، بحال الحملة اللي كنقوموا بها اليوم مع الفيدرالية المغربية ممولين الحفلات فرع الرشيدية اللي انضمت واحد الحملة ديال التبرع بالدم ابتداء من البارح، طلبا ملي درنا لهم النداء لأن كان عندنا خصص في مشتقات الدم في المركز ولباو النداء قاموا بحملة البارح وقاموا بحملة ورحنا دابا كنديروا واحد الحملة، وكنشكروا الساكنة ديال الرشيدية لأنها لبت النداء والحمد لله عندنا واحد العدد غير لا يستهان به من المتبرعين بالدم. كمسؤولة على المركز كنطلبوا من الساكنة تلتجأ للمركز باش تبرع بالدم، ما تنساش المرضى اللي كيحتاجوا الدم في ظروف هذه الجائحة، فعلا الجائحة كاينة وكلنا كنعانيوا منها، ولكن ما نساوش المرضى اللي كيعانيوا أكثر واللي محتاجين الدم أكثر. إذا يا إما نتبرعوا في المركز ديال الدم يا إما جمعيات أو مؤسسات تقوم بحملات من هذا النوع هذا اللي كيقربوا، حنا كنقربوا لهم وهما كيعطيونا عدد كبير من المتبرعين بالدم. قبل في ظل هذه الجائحة هذه وكاين واحد النقص كبير في هذه المادة الحيوية اللي هي الدم اللي ما كتصنع ما كت، لأن خاص ضروري الناس يتبرعوا. فلبينا الطلب ديال المركز الجهوي لتحقن الدم وخصوصا الدكتورة فاطمة اللي من هذا المنبر ديالكم كنشكروها على المجهودات الكبيرة اللي كتقوم بها. ففضل كيف قلت لك الخصاص اللي كاين، فالفيدرالية المغربية اللي ممول الحفلات اللي انا عضو فيها، انا نائب الرئيس، ف قمنا بهذه المبادرة هذه باش ان شاء الله نحاولوا انه نزودوا هذا المركز بالدم، لان كيف قلت لكم كاين خصاص كبير والحمد لله العملية فيها يومين كيف كتشوفوا البارح واليوم، والحمد لله راه كاين اقبال، وحنا ان شاء الله غادي نقوم بمبادرات اخرى ان شاء الله في هذا الميدان هذا ان شاء الله، حتى ان شاء الله يكون ان شاء الله هذه المادة الحيوية تكون موجودة ان شاء الله بشكل كافي ان شاء الله بحول الله. انا كنت برعيات كل عام تمشي عندهم للسبيطار تما كنتبرع، وهذا العام شفتهم هنا جيت اللهم نتبرع انا نيت باش ناخذوا منا كتعرف الفاصله نتاع الدم نتاعك، منا كتعاون الناس من اي حاجه. على حسب دابا كوفيد 19 الناس دابا كتخاف تدي شي مرض ولا شي حاجه، راه من اي واحد راه خاصو الدم ولا شي حاجه راه خاصو ضروري يتبرع، راه المستشفيات خاصهم الدم شحال من حاجه
ضروري نعاونوهم. كيف المولف؟ المولف تنعطي الدم، تنتبرع الدم كل عام، ودابا جاتني فرصه كنت دايز انا وشتم ودخلت. وبالنسبه للناس يعني كاين تخوف كثير وكاين نقص في المراكز ديال التحقق الدم، شنو تقول للناس بالخصوص في هذه الجائحه ديال كورونا بالنسبه للتبرع الدم؟ اش هادوك هادشي راه حاجه طبيعيه، زعما فيها لا خوف لا حتى شي بنادم يدير احتياط ديالو الكمال لله. ورسالتك للناس يعني الوطن المحلي في الرشيديه؟ رسالتي انه بنادم كيتعب، راه التبرع ديال بنادم بعدا صحته هو اولى، عاد نشوفوا الاجر وعاد نشوفوا انقاذ واحد اخر. شفت الناس راه زعما محتاجين الدم، وبما اننا زعما شي حاجه اللي زعما نقدروا نعطيوها للناس باش زعما نعاونوهم، باش زعما نعطيو حياه للناس اخرين، صافي وقلت زعما ندير بهاد المبادره زعما باش نعاون الناس زعما باش نعطيهم امل في الحياه. اللي ما كاينش بخصوص التبرع بالدم، انا فهمتيني تنشجع باش تدوز المراكز التعاقد الدم باش هادشي اللي زعما نسيت. داس نتينا باللي زعما خصنا كنا ديج الدم تبرع من الدم، باش يكون بزاف زعما حتى تجان نيت نايديا زعما المهم ما نسيت تقل نسيت نياضنا فتات سنين شنيان يان باسيس الامل الجديده فتات عيشنا. خويا باختصار هو عمل انساني لصالح واحد الفئه اللي هي محتاجه، عندها ظروف قاسيه، كاين في السبيطارات ناس يتعرضوا للعمليات، كاين لي زاكسيدو في بلادنا الله يهدي البشر، كيحتاجوا للدم لا هما لا العائلات ديالهم، دونك يلقاو ان ريزيرف في هذاك المستشفى اللي غادي يوفر الدم هذا لهذوك الناس اللي هما في حاجه ليه. ودير راسك بلاص خوك المغربي، ممكن انا انجور نحتاج الدم، هذه المبادره بحال كنشجعوا نيت اخوتنا المغاربه على اننا نكونوا يد واحده. هذا عمل فردي ولكن هو سيت ان اكزومبل بور تو الموند.